مصر بتوضح أسباب فرض التأشيرة على دخول السودانيين. فرضت السلطات المصرية اشتراطاً جديداً لدخول السودانيين في مصر، وألزمتهم بالحصول على تأشيرة مسبقة، وذلك بسبب اكتشاف أنشطة غير مشروعة منها إصدار تأشيرات مزورة. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد إن بلاده وضعت سياسة جديدة تطالب بمقتضاها جميع السودانيين بالحصول على تأشيرات قبل دخول البلاد بعد اكتشاف أنشطة غير مشروعة. وأوضح أبو زيد إن الإجراءات الجديدة تستهدف وضع إطار تنظيم العملية دخول الإخوة السودانيين لمصر عقب مرور أكثر من 50 يوم على الأزمة، وليس الغرض منها المنع أو الحد من أعداد المواطنين السودانيين الوافدين داخل البلاد. ولفت إلى أن مصر استقبلت أكثر من 200,000 مواطناً سودانياً منذ اندلاع الأزمة وحتى اليوم، ومصر هي أكثر دول الجوار استقبالاً للأشقاء السودانيين، وتضاف تلك الأعداد إلى ما يقرب من 5 مليون مواطناً سودانياً متواجدين بالفعل في مصر قبل بداية الأزمة. ومن هنا يجب أن يؤخذ في عين الاعتبار أن مسؤولية توفير البنية الأساسية الصحية والتعليمية والسكنية لكل هؤلاء بتقع على عاتق الحكومة المصرية المسؤولة عن توفير الخدمات الأساسية للمواطنين السودانيين المتواجدين على أراضيها. وكشف السفير أبو زيد إنه قد لاحظ خلال الفترة الماضية انتشاراً لأنشطة غير قانونية يتضلع بها أفراد ومجموعات على الجانب السوداني من الحدود تقوم بتزوير تأشيرات الدخول إلى مصر بغرض التربح، مستغلة حاجة المواطنين السودانيين للقدوم لمصر والنوايا الطيبة للجانب المصري في التجاوب واستيعاب التدفقات الكبيرة للوافدين. ونتيجة لذلك استحدثت السلطات المصرية إجراءات تنظيمية بتعتمد على التأشيرات المميكنة لمواجهة تلك الجرائم، وتم موافاة القنصليات المصرية في السودان بالأجهزة الإلكترونية اللازمة لتنفيذ تلك الإجراءات بشكل دقيق وسريع ومؤمن يضمن وصول المواطنين السودانيين لمصر بشكل منظم. واختتم المتحدث باسم الخارجية المصرية تصريحاته مؤكدا أن عملية دخول المواطنين السودانيين إلى مصر بتخضع لقواعد وإجراءات يتم استحداثها وتنظيمها من خلال اللجان القنصلية المشتركة مع الجانب السوداني، والتي تجتمع بشكل مستديم لمراجعة وتحديث الإجراءات ذات الصلة. وقالت المنظمة إن الاشتباكات أجبرت أكثر من 1 مليون شخص على الفرار من منازلهم إلى مناطق أكثر أماناً داخل السودان، فيما فر نحو 320,000 سوداني آخر إلى دول مجاورة مثل مصر وجنوب السودان وتشاد وأثيوبيا وجمهورية أفريقيا الوسطى وليبيا. واندلع القتال في 15 إبريل بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، وقتل الصراع 863 مدنياً على الأقل من بينهم نحو 190 طفل، وأصاب أكثر من 3530 آخرين وفقاً لإحصائيات من نقابة الأطباء السودانية. وبتستضيف مصر أكبر عدد من النازحين السودانيين المقدرة بنحو 132,360 شخص، وتليها تشاد بنحو 80,000 شخص، ثم جنوب السودان بأكثر من 69,000 شخص.